ملف المدرسة المشبوهة برجاب يشهد تطورات يتمثل أبرزها في نتائج الفحص الطبي الذي أثبت تعرض طفلين إلى اعتداءات جنسية متكررة. وزارة التربية أعلنت في بلاغ لها أنها بصدد التنسيق مع الوزارات ذات العلاقة للنظر في آليات إسعاف الأطفال المذكورين بهدف إعادة دمجهم في المسار التعليمي أو توجيههم نحو مراكز التكوين المهني مع ضمان المتابعة النفسية اللازمة لهم. رئيس الحكومة يوسف الشاهد من جانبه قرر إعفاء والي سيدي بوزيد ومعتمد رجاب من مهامهما. ولجنة المرأة والطفولة بالبرلمان أعلنت أنه ستتم غدا مساءلة وزيري الداخلية والشؤون الدينية والوزير المكلف بالجمعية وحقوق الإنسان بخصوص هذا الشأن. الناطق الرسمي باسم رئاسة الحكومة إياد الدهماني كشف في تصريح إذاعي أن الحكومة رفعت 159 قضية على جمعيات تنشط بصفة غير قانونية، بينها مدرسة رجاب التي قال إنه صدر بشأنها في ديسمبر 2018 قرار أولي يقضي بتعليق نشاطها إثر تقديم قضية ضدها في شهر نوفمبر المنقضي، مشيرا إلى أن المشرفين عليها لم يطبقوا الحكم القضائي. في غضون 3 أيام تم غلق مدرسة مشبوهة في جهة بيرين وأخرى بفوشان من ولاية بن عروس تم إثره إخلاء مبيت غير مرخص له بالجهة. وكان عدد من أولياء تلاميذ المدرسة القرآنية برجاب قد نفذوا وقفة احتجاجية للمطالبة بالإفراج عن أبنائهم، ويذكر أن الفرع الجهوي للمحامين بتونس قد فتح ملفاً تأديبياً ضد المحامي سيف الدين مخلوف على إثر ما صدر عنه تجاه وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد الذي اتخذ قراراً بمعاينة حالة الأطفال في المدرسة. وفي المقابل قدم مخلوف اعتذاره الصريح وقال إن ما صدر عنه كان في لحظة في الاتحاد الجهوي للشغل بسيدي بوزيد في بيان له اليوم وصف المدرسة المشبوهة برجاب بثكنة طالبان على حد تعبيره. ملف المدرسة المشبوهة أسال الحبر وشغل الرأي العام في ظل التطورات اليومية التي يشهدها الملف الذي ما زال مفتوحا ولم يغلق. لمناقشة هذا الموضوع الذي ما تزال تفاصيله تتفاعل وتظهر تطورات جديدة فيه كل يوم، معنا في استوديو بتوقيت تونس على يميني السيد سيف الدين مخلوف محامي الأولياء. أهلا وسهلا بك سيف الدين. على يميني أيضا سي علي اللافي المستشار السابق في وزارة الشؤون الدينية. أهلا وسهلا بك سي علي. على يساري سي عادل لطيفي المحلل السياسي أستاذ الفكر أو التاريخ المعاصر في جامعة السوربون. أهلا وسهلا بك عادل. أهلا شكرا على الدعوة. أبدأ معك سي سيف الدين، أنت اعتذرت لوكيل الجمهورية في سيدي بوزيد، أنت رجل القانون، البعض رأى فيما أتيته خرقا، لكنك عدت لفيديو آخر فيه لهجة تصعيد واضحة، لماذا كل هذا التوتر ورجل القانون يعالج الأمور بهدوء لا باندفاع ولا بسباب أو شتيمة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الثابت أننا ما نش مهبلة معنا، مؤكد لا ولا ما كنا استدعيناك يعني. بالضبط. لما تعيش حالة ترى فيها كل الخروقات الإجرائية وترى فيها 42 طفل محرومين من والديهم من الخميس ل 11 متاع الصباح حتى للحظة هذه، وما يروحوا كان في رمضان كانوا ديما محرومين، توا ولات قضية انهم محرومين. مكي ما غير ما تفاعل معك سيف الدين. ماني جاي باش تقص علي، تفضل جاي باش نعطيك معطيات انت ما عندكش. هو تفاعل مش قصا. لا لا ما كيك ما تضيع لي حب الافكار وتفرفش الامور. سلامة حب الافكارك، تفضل. الله يكرمك. تم عملية الاقتحام والمداهمة اللي تمت نهار الخميس ل 11 متاع الصباح لحد نهار الجمعة نص النهار، فما إحالة في شبهة واحدة اللي هي الاتجار بالبشر. شبه الضحك بالنسبه لنا احنا، حاجه نسمعوا بها في كمبوديا في كولومبيا. نهار الجمعه تقريبا 4 نتاع العشيه قالوا لنا خلط احاله جديده. شنو هي؟ قالوا لقينا امراه في الموقوفين ثم شبه التزوج بثانيه. اي قلنا لهم روح حاشنا بالصغار باش يشوفوا والديهم. نتفاجئوا في الاثناء ثم محاضر حررت لقصر في غياب والديهم، وهذا خرق فاضح وفادح كل الاوصاف تجوز فيه. بحضور مندوب حمايه الطفوله. حبيبي القانون يفرض وجود الاب، تعرف وقتاش يعني يفصل الطفل عن والديه؟ تقريبا لخصك مجال الطفل. حتى لو كان الاب يشكل خطرا على الابن. هذه الحاله الوحيده. فلا وهذا واقع الحال.
مكي خليني نتكلم. هو متهمهم، هو متهمهم مكي، القضاء متهمهم باهمال ابنائهم. لا ما اتهمهمش القضاء، مش لا واجه لهم هذه التهمه، وانت في التصريح قلت وانه واحتجيت على هذه النقطه بالذات. وحفظت خاطر الاساس لا لا حفظت موضوع ثاني هذاك، حفظت خليه يكمل سيف الدين، حفظت موضوع ثاني نجم سيف الدين. اول ما انتم حكيتوا البارح وحدكم خليني نحكي معكم. تفضل سيف الدين تفضل. لا حبيبي حاجه غلط، اذا عندنا ثلاثة ايام انت عملت تصريح سيف الدين ما يسالش يوسف، ما نوترش الجو. خلوني نتكلم بعد الاجواء، جاوبني ما عاد نسمعك، جاوبني خليه تعطيك الكلمه. عندنا ثلاثة ايام للبلاتو كل واحدكم تحكي. انا استدعيها محامي الاولياء، اي بعد ثلاثة ايام ما جبتوا حتى ولي وحتى طفل. الاولياء رافضين حلول المصيبه، تعرف وين المصيبه؟ تسخيروا روحكم تلوجوا في حلول. لا لا حاولنا الطريقه هذه ما تجيبش حلول. لا ما تجيبش حلول. مش مشكلة كمل، اما لازم نوضح لك، حاولنا مع الاولياء وناديناك لانك محامي الاولياء، لا احد منهم يقبل بالظهور اليوم. تفضل اليوم هذا. اليوم طبعا انا احكي ثلاثة ايام عند الحكي. تفضل. دونك قلنا لو ثلاثة ايام كانوا لاهين في الاحتجاج قدام المحكمه وانت معاهم، تفضل ما يجيوش البلاتو يتقل. انت ما استدعيتهمش حتى تقول يجي ولا يجي. تفضل سيف الدين. لا اله الا الله. قلنا تم لقاء خارج القانون نهار الخميس 11 نتاع الصباح، نهار الجمعه لحد نص النهار فما تهمه اسمها الاتجار بالبشر، احنا حشنا بالصغار. نهار الاربعاء نتاع العشيه قالوا لنا ثم تهمه اخرى، شبهه تزوج بثاني او على خلاف الصيغه القانونيه. قلنا لهم هذه مشكلتنا الصغار. السبعة نتاع العشيه قال لك ثم شبهه جديده ارهاب. ضحكنا احنا شيء معناها قاعد يتواتر بشكل مش طبيعي. قلنا له وين؟ قال لك ثم شبهه انه يقرروا فيهم افكار متعصبه. ده اي احنا مالنا ومالهم، احنا حشنا بالصغار يرجعوا لوالديهم. كيفاش تحرروا محاضر الصغار القصر في غياب والديهم؟ هذا مخالف لكل القوانين والاعراف واللي تحب انت. قالوا لا تهنى، راهو حضرت معاهم اخصائيه نفسيه. نعم. اخصائيه نفسيه تجي في درجه ثانيه، لا تعوض الاب والام. مجله حمايه الطفل تقريبا ملخصها تقول لك لا يمكن فصل الطفل عن ابويه الا في حاله واحده لخصها لك، انه هما سبب التهديد. الباقي الكل حتى قاتل روح القاصر يلزم تحط بجنبه امه ولا ابوه. ما تفصلوش. ما تفصلوش. تم الفصل بشكل تعسفي. العشرة نتاع الليل واحد من الصغار يدبر تليفون يكلم بويا، بابا ينحيونا في سراولنا. انت هذه يلزم يعيشوها الناس اللي تنبر علينا واللي قاعده تنظر في البلاتوات، يلزم ينحيوا له ولده ثلاثة ايام وبعد يطلب ولده ينحيوا له في سراولي. تشير للفحص الخارجي انت اذا تم اعتداء جنسي. هذا هو الحل. خليني نكمل. ماكش مداش فرحان برشا راهو، حتى ما تعرفش انت الحكايه. سمعت بها. لا بالعكس. خليني نواصل. خلي واصل. خليني نواصل يكون خير. افسح المجال لكل واحد فيكم. اتضح انه ثم رابع شبهه الاخلاقيه. قلنا لهم يخدموا على رواحكم، احنا ما نشوفش نخبيو على المجرمه. اذا ثم مجرم تفضل حتى من اجل القتل، وكان تحب تزيدوا مخدرات ولا باي خامر خلص. اما الصغار اللي توا نهاري ما قبلوش صغارهم، ما قبلوش والديهم. قالك ما فماش لا سبيل اليه. قعدنا غدوه الصباح معنا خميس في الليل جمعه في الليل، والوالدين بيتين في شارع 9 ابريل قدام الفرقه تقريبا 11 بين 11 ونص النهار. الوالدين فاض بهم الكاس، رماوا رواحهم قدام الكار، اعطيونا صغارنا، حد ما مجاوبهم، طيشوا بطاقات تعريف كان احنا خاطرنا عملنا الحي مالناش توانسه، هاي بطاقه تعريف، اي دوله تقبلنا تو نمشيو هكا. هذا اللي ملخص حتى بالخروج من البلاد. شفتوا الفيديو؟ ثم شكون قال لي باش نطلع نحرق روحي انا نهدي في العباد؟ نتفاجئ باش سايبك كل الجمهوريه اسمعني، يبعث احاله خامسه ل11 تقريبا تاع الصباح، يقول له طلعهم من اجل الاهمال القصر، معناه بيزيد يوقف الوالدين. يعني اللي يعيش الوضعيه هذيك يعني استغفر الله كان رب العالمين ما يتسالش عليه يفهم. به شنو اللي صار؟ صحيح انا انفعلت وانا راني من اخلاقي اني كي نغلط نقول غلط. مش ناس عندها ست سنين تغلط وما تقولش انا غلطت، بالعكس متماسك. ما عليناش فيها مجلس تاديب. سامحني مش مشكله، اجراءات هيئه المحامين ما معنا حتى مشكله. احنا عرضنا بن علي وكنا قادمين على الحبس، ما عندناش مشكله، فهمتني؟ دونك قلت ربي نقولوا كان الحق. ما عندوش علاقه. اللي صار انه في الانفعال هذاك انه جوز قتله وانا ما نعرفوش على فكره. فهمتني؟ فمن بعد شلقيت لقيت المله اللي عندها ست سنين تسب في كل الجمهوريه نتاع تونس باقذع النعوت، وتهمته بالارهاب وبالاجرام، وتهمته اللي هو عضو في امن موازي وفي غرفه سوداء. مش مبرر. سامحني لحظه، مش مبرر. لا مش مبرر. خليني نتكلم. قلت شفت الناس هذوكم هذا لا ينفي. خليني نتكلم. لا اله الا الله. حتى دخل. خليني نتكلم. شفت الناس هذوكم ينهيوا على المنكر، ابليس ريتو ينهى على المنكر، شفتها بعينيا. قلت عرفت كيفاش الناس هذوما
انا صحيح قلت له سيد مثلا كان اجى طلعهم انت اجى لتونس لا قلت له كان انا قلت له اجى طلعهم انت الكلمه متجاوزه لكن لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم المظلمه اللي صارت على الاولياء لازم تصير عليك انت مك باش تفهم ايش معناه واحد ينحي لك ولدك ويقول لك ما تقابلوش يا ولدي هاو القانون القانون نتاع الدوله أنت يا رجل القانون وخالفت القانون في القسم متاعك تتعهد في المحاماة بحماية وحفظ القانون أنت تجاوزت وخرجت لا قلت لك أنا خرجت أنا كي غلطت طب شو مالي وش المشكلة أنا سلطة قضائية المشكلة مش أنا جديرة بالحشورة تجاوزناه الموضوع تجاوزناه أنا قلت خلينا نرجع شفت قلت أنا من فعلت إلا بعد الإحالة الخامسة وقت اللي تشدوا ما ثم حتى إحالة شنو صار فهمك حاجة ما تصيرش في القانون إنك تشد الناس وبعد لو جنهم على التهم موضوع الاعتذار جاوبت عليه موضوع الاعتذار معناه الاجراءات كلها راهي باطله موضوع الاعتذار جاوبت عليه عادل عندك تعليق على مثلا في مجملها الشيء اللي يلفت الانتباه اللي هو معناها تقريبا الشعب التونسي كامل قضيته الاساسيه هي الاطفال نستغرب من بين ظفرين المحامي يفسر لك حتى قضيه الاطفال ليست قضيتك الاطفال محامي الاولياء او ليست ما تقصش عليه حتى لا ما تكلمش على لساني نعم ما تكلمش على لساني انا نحلل في الدين اللي قلت ما تحلل انا النوب الصغار انا النوب الصغار سيف الدين لا لا ماكش متنوب كيف ما عندك متحلل انت تعرف ساره خليه يحلل الصغار معها جماعه شو نحجروا على اخرين حقهم في التحليل لا ما تكلمش على لساني خليه يعلق ويحلل ما ديك اللي غلطت هو تعمل بلاتو باش تتكلم في بلاتو مش بس يسمعوك هما تفضل كلامك انا بالنسبه لي انت ما تمثلش القضيه الاخلاقيه نتاع الاطفال قانونيا حر اعتبر نفسك اللي تحب اخلاقيا لا علاقه لك بالاطفال ما تنجمش تفهمها تو اخلاقيا نعم النقطة الأساسية لا لا هو استنى لا سيف الدين لا لا اش معناها ما تمثلش سيف الدين انت عندك اخلاق واحنا ما عندناش لا لا الاخلاق نبان ما تعرفش انت تكلم عليا لا تكلم على روحك سيف الدين فما قضايا نتاع تحرش جنسي تما لا في بالي كل شيء انا نوب المضرين خليني كمل خليني كمل ما تفهمش اخلاقيا وريني الاخلاق معناها انت خليني كمل توري لك الاخلاق ما تورينيش ما تنجمش ولا 20 منك ما تنجمش سيف الدين رد بالك حتى بس رد بالك ثم هذا شو كل اخلاقي ما يعرفش الاخلاق الحوار نحترم ما نعرفش الاخلاق نعرفها مش نحترم نفسك نعرف الاخلاق اكثر منك يا سيف الدين ما يحبش يتكلم ما يحبش شنو كل اخلاقيه ما يعرفهاش ما تتعداش تبدل النقاش تمثلهم حر ما تنجمش انا حسب معرفتي للاخلاق اللي تختلف على فهمك ما تمثلهمش تفهمك للاخلاق مش فاهم انت ما عندكش بيهم علاقه خليني نكمل انت ما عندكش بيهم علاقه تلبس في روحك غالط سيف الدين اوكي خليني نكمل مش غلط لا في ماشي في ماله مش تعدى لا 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 رد بالك رد بالك رد بالك رد بالك خلينا في نقاش في نقاش ما يتكلمش يولي هو نتاع الاخلاق واحنا نتاع لا 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 اخلاقيا بالمنظور الاخر احكي حكايه اخرى بالمنظور اللي يفهمونها ما تمثلهمش بحاجه النقطه الثانيه اللي باني عليها السيد معناها تحليله على اساس انه العلاقه بين الاولياء وهمه الاساسي كيفاش مجهول الاولياء هذوما منذ البدايه في وضعيه شبهه علاش؟ لأن هذه مدرسه هو معناها يعتبر نفسه محامي المفروض المدرسه هذه الساحه فيها عندها مبيت وهذا ممنوع قانونا في تونس اني اي مؤسسه تعليميه يكون عندها مبيت خاصه ولا عامه ولا كذا. الحاجه الثانيه هذوما ناس حسب الاجراءات الاولى وحسب التحقيقات اللي جات خاطر في القانون التونسي اذا كان هي منين طلقت مو صحافي مشى حقق مشى باش يشوف على وثيقه من عند مندوب الطفوله اعتبر اللي طلب هذاك اشعار بوجود خطر في القانون مش في القانون التونسي في القانون العالم لحمايه الطفوله ديريكت مو تمشي تتحرك وانا عايش في فرنسا ونعرف اول اجراء هو الاحتفاظ بالاطفال القصر مصلحه الاطفال مصلحه اون بليس هذوما ناس قصر ما همش يقروا لمده نتاع 16 و17 شهر ما يروحوش خلاص وبالتالي سؤال يطرح نفسه طبيعي جدا عن المؤسسات القانونيه الأباء. المؤسسات نتاع الدوله ان الاولياء ولوا في محل شبهه العمليه اللي صارت شنو انه تم اتباع الاجراءات من طرف المؤسسات القانونيه اللي تمثل حمايه الطفوله في تونس لكن اللي حصار شنو وانا شفنا حتى ولي من الاولياء يهدد يا انتم يا احنا
ما يعترفش بمؤسسات الدولة أصل. هذوما ناس منعوا أطفالهم أنهم يتمدرسوا وهذا ممنوع قانونا ومشوا ما نعرفش علاش دفع. النقطة الأخرى بالنسبة لي بالنسبة لي يعني الكلام اللي تقال السيد وكيل الجمهورية وإن كان هو جبد على محامين أخرين يقصد هيئة الدفاع وكذا. هيئة الدفاع مسألة هيئة الدفاع ساحة ما قالتش وكيل الجمهورية ماكش راجل ولا كانك راجل المسألة الأخلاقية اللي تجاوزها. حاجة أخرى حتى بالإضافة معناه الكلام اللي تقال في حق وكيل الجمهورية عاود تقال في حق المندوب نتاع حماية الطفولة. هل يعقل محامي يعرف قانون تونس ومؤخرا وافق معناها تم تبني قانون معناه مناهضة العنصرية يجي محامي يقول السيد هذا ما يطلع كان مقوش ولا يهودي؟ وش عندك ضد اليهود؟ كلام هذا تقول في الفيديو الاخير انت قلت مندوب حمايه الطفوله قلت يطلع يا مقوش يا يهودي. فيديو لا راهو بالله ثم فيديو خليني برك انا مدرسه الرقاب مش باش تحولي لي الموضوع. لا 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 انا شنو باش نقول اللي لا 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 باش نفسر اللي راهو اللي قلته اللي قاله هو ماهوش مجرد انفعال السيد هذا عنده علاقه خاصه بكل القضايا اللي تهم خراب تونس. سي علي نحب نعطيك الكلمة ونتعمقوا أكثر ونقدموا الطب الشرعي يا سيف الدين. ما يعرفش ما عنده علاقة بالموضوع. بعد رد عليه رد عليه. نعطيك الكلمة. واحد يعرف يا سيف الدين. نعطيك الكلمة ورد عليه من بعد. سي علي خلي سي علي يتكلم معاك. تفضل. تقرير الطب الشرعي أيضا تأكيدات القضاء جهات التحقيق تؤكد الاعتداءات الجنسية على بعض الأطفال. هذا موجب للتدخل ولتحميل الأولياء أيضا أو إبعادهم عن التدخل، ما رأيك؟ شوف أولا باش نكون واضح الموضوع عنده برشا أبعاد نعم. به تونس راهي فيه طار بن عاشور ومحمد فضل بن عاشور واحد، وبالتالي التعليم الديني ما هوش باش يتغير ولن يكون لا إفغانيا ولا سلفيا مهما حاول البعض. لا هناك من يقول لا أن هذه المدرسة ثم برشا كيفها ما هيش وحدها أمشي. لا لا هي المدارس برشا ثم علاقه بالتسفير ايضا. لا لا سوريا ثم شيء كله شوف ثم مش من واحد خلينا نتكلموا سيد لحظه جاوا سوريا جاوا اليابان شوف تونجيك بعد كلام هذا يحبوا كيكا من مركيو خلي سي علي سيف الدين ما ثماش ما ثماش ما ثماش ما ثماش ربي خلينا سي علي تتوهم شبيك مشاو لسوريا يا سيف الدين شبيك متوتر بهدوء غير توتر يا اما ناس مغيبه يا اما تتسب الكذب الاستاذ بجنبك خليه يحكي خليه ترخيص من الدوله هاي تراخيص من الدوله سيف الدين اوكي اللي تقولوا الدوله في بلهاش يا عاد هاي تراخيص من الدوله يعني سي علي ما يتكلمش بجنبك يا سيف هاي موجوده الدوله في بالها بكل شيء القانون يشمل غلطك ولا غلطك سيف الدين انت الوحيد اللي على حق خلي سي علي يتكلم معك يحب واحد يعرف خلي سي علي يعرف ما يعرف زاد انت تمتلك المعرفه وحدك عندي المعرفه عندي الدوس ما دفعش على الهاتف ما دفعش على الهاتف تفضل سي علي رجاء 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 سيف الدين رجاء الارهاب اللي صنعته المخابرات باش تدمر الثوره نتاع تونس سيف الدين سيف الدين مش بالسياق المساله ليست صراخا سي علي تفضل ماهيش صراخ ماهيش صراخ ما تعرفنيش يا سيف الدين خلينا نتكلموا متادبين شو تدافع على الارهاب دافع على الارهاب انت تكذب غلط تكذب ما تعرفش انت سيف الدين انا باحث في الموضوع هذا سيف الدين اما انت ما تعرفش سيف الدين شبيك متوتر هدي اعصابك شو تدافع على الارهاب بهدوء بهدوء رجاء يوسف هو متوتر ويوسف يزيد يكثر فيه يوسف ما خليه على الارهاب الريق بلا توتر رجاء يعاودوا فيها يا سيف الدين يا بلا توتر خلينا نقدموا عاد سيف الدين بلا توتر تعرف كل شيء من غير صراخ من غير عياط خلي سي علي في القانون وفي السياسه وفي الرقص انت ما خليتناش نحكي عن شيء خلينا نحكيوا معاك سيف الدين خلينا نحكيوا معاك يا سيف الدين تفضل يا سي علي شوف الموضوع نتاع مدرسه الرقاب اولا يجب ان يكون هناك وضوح انه كل شخص يتجاوز القانون عليه ان يتحمل مسؤوليته وحتى بمنطقه جاز في الاخر اللي يغلط ما ينغرش المدرسة فيها إخلالات إدارية ولم يثبت أن هناك تهمة الإرهاب أولا اثنين يجب أن نفصل ما بين ما وقع في المبيت وما بين وقع في المدرسة وصاحب المدرسة والأولياء نعم لأن الانتقادات هناك خلط متعمد واحد اثنين ثم السلطة السياسية
المعتمد جلس مع الرجل من منذ 2015 والفيديو دار في الاعتراض وجلس سمعه، والرجل في التحقيق اتهم انه السيد في الاخير وضع عليه كل هذا بناء على انه قال له جيب لي كعبه ديامونت من جنوب افريقيا. لكن هذا ما يمنعش اللي راهو توانسه بربي النقطه هذه سالي، شكون قال لشكون ما فهمناش؟ لا في التحقيق في التحقيق المتهم اللي هو صاحب المدرسه واحد المدرسين فيها قال اللي المعتمد طلب مني باش يجيب له كعبه ديامونت وفي الاخير ما جبتلوش، حب يوحي، وهذا ينجم يكون غلط راهو ينجم يكون اتهام كيدي، كما ايضا نجم يكون صحيح التحرش هو ليس اغتصاب، التحرش لا يزال تهمه، هو وقيل على كل لا يزال تهمة. شوف سي فوزي السلوسي عام 88 فيما في احد القضايا الرئيسيه صاحب المحامين قال لهم ارجوكم لا تحكموا على الناس قبل ان يقول القضاء كلمته، قرينه البراءه معروفه. نعم بالتالي نعتقد انه البلاد هذه راهي دوله مدنيه يجب ان نخلصها مما هو ما يسمى بالتعليم الديني اللي غير قانوني ولا يخضع لسلطه الدوله. هذه المدرسه اعطاها المعتمد ترخيص وجلست مع السيد، وانا اتساءل لماذا رئيس الحكومه يعفي المعتمد هذا؟ ده فما تقصير صار، مش ثم تقصير، ثم تحقيق يتحدث على كعبه ديامونت وطلبه الى اخره. وهي ليست ثابته باعتبارها مدرسه بكل البدايات اللي فيها واللي كشف عنها تحقيق مش هنا موجوده وكشف عنها برنامج تلفزيوني. لا انا نحب الرد على ظلم الناس على زوز اطراف، الطرف اللي يقول راهي البلاد مهدده وراهم يحبوناش تعلموا القران هذا غير صحيح، مش صحيح. مدارسنا تحفظ جزء عام بالكامل، واللي يحب يعمل مدرسه عليه ان يحترم القانون. نعم، والامن الذي ايضا الذي يمشي يطبق قانون يجب يعترف. اليوم في العوينه واحد قالوا له هي تعطيني التواصيل، ماذا؟ شوف ثم التباس من كل الاطراف، كل اطراف تعمل في تجاوزات، ما عندها حتى حد الحق باش يهز واحد قاصر من غير ما يشاور والديه، هذه الطفوله في فرنسا وفي امريكا وفي المانيا وفي كل بلاصه. ما عندوش الحق. اذا كان الوالد يمثل خطر على في القانون. هذه التهمه لم تظهر الا بعد ان توترت الامور واصبح الاولياء متفقين. يا سي عادل انت ماكش تهم للاولياء، انت ماكش باحث ابتدائي. لا كيفاش باحث؟ الاولياء شوف هذا منقطعين عن الدراسه. خلي نكمل بالله، خلي نكمل، خلي كامل عليه. ثم جمله من المغالطات يجب ان تضعها. الراجل ما عندوش 2 مليارات، عنده 8 ملايين باش نبدو واضحين. 8 ملايين اي ثم انا سمعت قاضي تحقيق في اذاعه خاصه تحويل الشبكه الاجتماعيه 2 مليار دوات وشويه. غير صحيح، مسؤول قضائي هذا غير صحيح. انا محامي متهم اليوم كلمته قبل قليل وقال لي انه الحسابات اثبت ان فيها 8 ملايين. يعني قاضي التحقيق نتاع سيدي بوزيد يقدم معلومه مغلوطه. انا سمعت انا سمعته اليوم في اي افلام يا مهرجان 2 مليار دويت وشويه. نرجع للتسجيل في برنامج 90 دقيقه. احنا ماناش قضاه، احنا ماناش قضاه، احنا نحب نقولوا انه تحول الموضوع الى موضوع توظيف سياسي، وطبعا ما يبعتش اللي هو اصل التوظيف باش يخدم طرف سياسي اللي هو النهضه بالذات. نعم باش يخدمها مش ضدها، طبعا مبين لك بعتلي. لانه هذه المدارس اللي الان تغلق تبقى ثم توظيف سياسي. يا اخي تو مبروك رشيد يجي اليوم، كان عضو في الحكومه منذ جمعتين ولا ثلاثة اسابيع، يجي اليوم يطالب بغلق جمعيات التعمدين اللي كلها مرخصه عمليا. ثم توظيف سياسي، شكون اللي يوظف؟ هناك من يقول انه النهضه ايضا والخادمي حينما كان وزير شؤون دينيه برشا مدارس تحلت في العاده، هذا وانت كنت في الوزاره وقتها. لا شوف، وكان ثم قرار بغلق رخص لها من طرف وزاره الداخليه، قرار بغلق هذه الجمعيه او هذه المدرسه واعيد فتحها في زمن هذاك. شوف انا ما دافع حتى على شيء سوى انه اللي ما يحترمش القانون يسكروا له، وايضا حتى كي يسكتوا عليك بعد ذلك يجوك بسبب ما تنغرش. كنت في الوزاره حينها ما جاش الملف بتاع المدرسه، نحن لم نرخص لاي مدرسه، ما جاش الملف اعاده الفتح مش ترخيص. المرسوم 88 لسنه 2011 واضح، وزاره الداخليه التي تعطي الترخيص، اول ملف مكتوب عليه الترخيص. وزاره الشؤون الدينيه ما تتابعش الامر؟ الكتاتيب تتابع، الكتاتيب هي في الجوامع، اما هذا هات جي الملف باش تبدو قدام الناس كل. هاي لا الاخرى هات جي الملف شوف ترخيص معتمد الرقاب وين بالله الصفحه مش مشكلة. لا باش التواس الكل يعرف ترخيص معتمد الرقاب للجمعية اللي هو متهم بأنه طلب كعبة ديامونت. يا اخي شكون يرخص معتمد ولا الدولة؟ الدولة اعطيني إيه؟ معقول؟ خلينا نمشي ليوسف على الترخيص. تفضل حكاية التراخيص هذه، ثم مؤسسات تاخذ تراخيصها من وزارة التربية وتلك مسألة معلومة. إذا كانت مدارس معناها تقوم بتلقين التعليم الرسمي العمومي ثم الى جانبه بعض الاضافات الاخرى وكما التعليم الخاص بصوره عامه، وهذه تراخيص تمنحها وزاره التربيه. ثم جمعيات، وهذه هي الاشكاليه الكبرى، ثم جمعيات
اللي هي عندها مدات تاخذ تراخيصها رئيس الحكومه، لا تاخذها من وزاره الداخليه، تاخذها من وزاره الداخليه. وهذه الجمعيات هي تابعه لاحزاب بعينها، احزاب الاسلام السياسي. كل جمعيه من هذه الجمعيات عندها اربعه خرافات. شنو جمعيه زي جمعيه؟ من فضلك من فضلك غير صحيح، من فضلك تسكت، غير صحيح تسكت. حينما ما ثم مرسوم 88 في التوانسه علي مقاطعتش هو، لا لا مش مقاطعتك، المرسوم عدد 88 يعطيك رد عليه، يعطيك رد عليه بعد سيدي علي. يس علي ماهيش ماخذه، اهم شيء انها ماهيش ماخذه من وزاره ترخيص من وزاره الشؤون الدينيه باش تشرف عليها، وماهيش ماخذه ترخيص من وزاره التربيه باش تشرف عليها وتراقب برامجها، لان وزاره الداخليه لا تراقب اي برنامج مدرسي يطبق في مدرسه معينه، باش نكونوا واضحين. هذه هي علاش نقولوا هذه مدارس خارج كل القوانين، لانها لا تخضع الى رقابه الدوله، ورقابه الدوله تجي كما قلت عن طريق جهتين او ثلاث جهات، وزاره المراه اذا كانت رياضه اطفال ومحاضر او غيرها، ووزاره التربيه ووزاره الشؤون الدينيه، هذو المسؤولين. في ما عدا ذلك هذه تعتبر معناها بالمحتويات اللي تقدمها خارجه على كل رقابه. هذه بصوره عامه، لكن نرجع للواقع الحال. بالتاكيد ثم ناس معنيين اكثر من غيرهم، وهو رجال القانون، انهم ما يكونوش عبء على الدوله، انهم يساعدوا هذه الدوله ويساعدوا مؤسسات الدوله، ولكن احتقارها بالكثير اللي شفناها، وكذلك تحقيرها وتحقير القضاء بالشكل اللي سمعناه. سي سيف الدين مخلوف، وانا قلت لك لنتناقش مش نعيط والى اخره، اللي استمعت له، اللي استمعت له وانت تتحدث وتصيح وتقول نحولهم يكلموا يا ابي نحولنا سراولنا. لماذا لم يصرخ هذا الولي على اللي نحاو سروال ولده من اجل الاعتداء عليه بالفاحشه؟ لماذا لا اراك تندد بذلك؟ لأن السلطة العدلية والقضائية أرادت أن تتثبت من حماية هؤلاء، في إطار حماية هؤلاء الأطفال والبحث عن إمكانية الاعتداء عليهم جنسياً، تولي هي الجريمة، نترك الجريمة الأصلية وهي الاعتداء بالفاحشة. نكمل مكي، نكمل لحظة. الأولياء هذوما طبعاً كما قال منذ قليل الطيف، وهي أن هؤلاء الأولياء ليسوا مسؤولين على أبنائهم، باعتبار وأنه من التهم اللي وجهت إليهم في البداية هي إهمال أبنائهم وتركهم. لا، حفظت موضوع ثاني، ولكن من حق الدولة موضوع ثاني في البداية، وقت اللي يصير عملية من النوع هذا وتوجه تهمة من هذا النوع، حفظت أولاً يؤخذ الأولاد، يؤخذ الأولاد بشوي شوي، يؤخذ الاولاد القضيه باش حفظت هي. أي. هو نروحوا للصباح. اي هو شوف، وجهت هذه التهمه، تم اخذ الاولاد الى مركز وبرعايه معناها نتاع مختص نفسي والى اخره، وهذا ما يحصل، وزارهم رئيس الحكومه، وهناك اهتمام بهؤلاء انه يقع تسليمهم، لانه في العاده لما ولد صغير يقوم بمخالفة القانون يقع استدعاء وليه، ولكن هذا في الوضع الطبيعي. ولكن إذا كان الولي مهملا ويسمح بالاغتصاب ويسمح باغتصاب ابني يوسف، التحقيق في التحقيق قال 42 عائلة، شو هو نحترم؟ شو هو نحترم؟ نحترم مش قال قدامهم جملة شوية شوية لولي ولدي ابناء ولدي. اسمعني، هما ما يعرفوش كيفاش نحكي انا فيه، هذا القضاء قال مش يقعدوا يتخيلوا، خلي شان نرجع لك. القضاء قال مش انا، القضاء قال الاولياء يسمحوا بالقضاء ما يحكمش يا ولد، استنتاج نتاع القضاء، القضاء ما يحكمش جنسية ما فماش، وهذا علاش؟ شنو ما فماش؟ ما ليش تنتج قضاء التحقيق قبل الأطفال أنه يقوموا بالفحص الطب الشرعي، اثنان ثبتا بما لا يدع مجال للشك بالاعتداء الجنسي المتكرر والخطير. هذه المعلومة القانونية اللي تبحث عنها. نكمل، نختم فقط النقطة الثالثة، نختم بسرعة في النقطة الثالثة. طبعا سي سيف الدين مخلوف تضحكك لما توجهت تهمة الإرهاب إلى هذا الشخص، وتضحكك تكذب، تقول إرهاب نقول لك تكذب، لا لا
ما نصلوش لك لا القضاء موجود لا رد بالك انت محامي التاجر بالارهاب والتاجر دم الشهداء لا لا شوف اللغه هذه والسياسه انا نعرف بدك ما تعرفش معناها لا اعرفك كشخص تافه في نهايه ما لا عندك مستوى انت شخص تافه لا عندك مستوى لا عندك مستوى انت بالعرف جيبك هنا تعرف كل شيء تعرف شيء اسكت يا رجل تعال شرفك احترم نفسك انت تنزل الى هذا المستوى وانا انزل معك ما تفهمني انزل معك الى هذا المستوى شوف نقول لك علاش ضحك وتهم جراح ما نزلوش الخطاب نعم نقول لك علاش ضحك وهذا التحليل ونحبوا يتكلم بهذه الكيفيه ضحك وهذه التهمه لانه هو محامي للارهابيين باستمرار محامي الارهابيين انا نعطيك كذبوا عليك شوف غلطوك نعطيك تصريحاتك نعطيك تصريحاتك اذا كنت انا من هو الصادق لانك انت في نهايه الامر في نهايه الامر من تغالط انا اعطيك بالارقام شوف سيدي علاش يدافع نهار 29 ماي 2016 يعمل تصريح يتحدث فيه شن فيه حرب على وزارة الداخلية يقول لهم كيف لوزارة الداخلية أن تمنع الدروس والخيمات الدعوية هذا بعد ما صنفت تونس المجموعات السلفية مجموعات الإرهابية ومنعت نعم أنصار الشريعة هذا؟ ما هذا لا 2016 29 ماي 2016 مش صحيح هذا ما قلت هذا غير صحيح أنت تقرير بوليس كاذب هذا غير صحيح في تصريحات الكل أنت تكذب أعطيك المصدر يا سفير أعطيك المصدر يا سفير أعطيك المصدر نقلته عنك نقلته عنك صحيفة زوم تينيزيا شكون شو زوم تينيزيا برا بحث عليها شكون صحيفه الكترونيه ارجع تلك اسكت انت اسكت يا يوسف يهديك تأدب وناقش معنا به نقاش مع الواحد والعياش معدوني وصلك عندي سؤال سيف الدين شوف عليك الكلمه رجاء عندي برشا ما نجاوب بس موضوع الطب الشرعي اكد اذا انت عندك اولاد وتعرضوا في نفس ما تعرض له ما حبش انت تنوب الضحايا لماذا تدافع عن الاولياد الاولياء عن ماذا يدافعون؟ هذا تقرير شرعي. باهي اوكي نجاوب. تفضل. وماذا بهم يقص حد؟ انت قصيت جاوب تو دابور تو دابور تو دابور انت مقاطع خليني نفيدكم امان خليني نفيدكم فيدنا 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 انت تسكت انت تسكت يا علي انت تسكت خلينا نتقدموا انت تسكت قول لي انت درسيا متحب الارهاب وانت شنو هذه حكايه هو يتكلم بادب باش انت باش يحترم الناس باش يخلي يتكلم هو خاطر المشاهدين باش يكون غير مؤدب ما تنجمش تخلص لا مؤدب ونص احترم نفسه مؤدب ونص لست مؤدب وقت اللي يجيبوك هنا باش تقول الناس صراحه لست مؤدب مؤدب وشرفك ونعرفك على خاطر على خاطر السادة المشاهدين خلينا نقدموا واحد يقول لك ما عندكش اخلاق تكلم الشعب خايف جايب هنا العاج خاطب المشاهدين سايب عليك انا كان جيت خاطب خاطب المشاهدين هذوما ناس من عام 70 يا ودي سايب عليك من هذوما خاطب المشاهدين والراي العام خليني نتكلم يتوجه بكلامك تفضل خلينا نتكلم على مسألة تتعلق بالتعليم وتتعلق بالخروج من التعليم راهو هذه مأساة النظام التعليمي المتخلف اللي في تونس اللي الجامعات نتاعو هي الأخرى في العالم يعني تعليم طالبان أفضل نظام طالبان في المدارس اللي بدا في باكستان أفضل لا لا أعطيني لا ما تقولش حاجة ما قلتهاش أنا لا هذا لونون دي في كلامك لا أنت غالط تفضل هذا اللي في مخك مش لونون دي في كلامك النظام التعليمي نتاعنا الذي لا يراعي الهوية نتاعنا بمعنى التلميذ كي يدخل من السنة الأولى ابتدائي لين يتخرج برا أعمل إحصائيات مش جزء عامة ربع جزء عامة ما يحفظوش هذا تعليم مدني خلينا نتكلم أي وثم كتاتيب وثم تربية إسلامية خلينا نتكلم اليوم في تونس عندنا 6 مدارس يهودية الموضوع أكبر وما تترقبش وفيها الاختلاط وفيها يباتوا مع بعضهم وفيها الموبقات السبعة لا التعاون تعليم ديني لا خلينا في موضوعنا اي بيان سور لكم يهود مدارس يهوديه تونس مش يهود اي فئه مقدسه ما تحاسبوش قول هذاكم انا معاه انا معاه انه يكون عندهم مدارسهم الفرق بيني وبينكم اسمع انا معاه خلينا نتجاوز انا معاه انه يكون ناس عندهم هويتهم يكون عندهم مدارس العقليه يا رجل خلي يوسف شو معناها مستواك انا جمله سيف الدين انا عندي
ماستر في السيونس كريمينال يكون عندي شيء. موضوع لا لا يا عاد عاد بربي قول اليهود وقول عنصري توانسي. لا لا ديانتهم حقهم حقهم يكون عندهم مدارسهم. ولا الوطنيين التوانسه عندهم فنيه الحق والواجب. تجاوز انا نقول الناس هذوما عندهم حق يكون عندهم مدارسهم. لا لا قلت تحترم يهود معناها كانه ما يحاسبهم حد خاطر ما له راس يخليه يتكلم عند عيش خويا خلينا نفرضوا كمل نعرف اللي هذه مهمتكم انا عادل تفضل نعرف مهمتكم تقاطعوني خاطر انا كلامي يقول الحق حتى انت قاطعتهم تفضل تفضل لا وقت اللي يسمي قاطع انا وكا يقول لي يقول لي اخلاق ويقول لي ارهام قاطعوا باهي تفضل شو انا نحكي نعطي في عندنا في تونس اليهود عندهم مدارسهم الدينيه وهذا حقهم لكن لا ترقبهم الدولة ما تدخلهم الجملة الدولة ولا يخضعوا لنظام وزارة التربية عندهم حسابهم وحدهم شو علاقة هذا مع قضيتنا يعني هذول ما يترقبوش التعليم الديني موجود في تونس هذه حقيقة أنا مع أنه كله يكون نظام واحد تحت القانون سمحني وقت اللي أثيرت مسألة لأنه هذه خارج على القانون سمحني عاد يهودية أو إسلامية الأصل في البيداغوجيا في العالم أنه التعليم يكون يحترم نسق أفقي ونسق عمودي الأفقي يحترم هوية ما يسمى بال يعني انت تعوم في النقاش الان لحظة ما ولا تعوم في تعوم في النقاش جاوبنا في قضية الحال مدرسة يهودية هذا لا ينفي ذلك وقت اللي نظام التعليم في تونس الشرعي اثبت الاعتداء تكلم انت يا مكي لا تفضل جاوبني هذه تحكي لي على مدرسة يهودية خلينا نكمل زوج جمل تفضل مش معقول هك تفضل وقت اللي نظام التعليم التونسي ما يتوافقش مع هويتنا ومع الناس شنو يحبوا وانا بو نحبوا اللي يحفظ القران الناس يحبوا المدارس هذه يعني النوعيه هذه نتاع المدارس هي المدارس هذه عندنا الكتاتيب اللي تضرب عليها الوزاره صبرك علي يا مكي صبرك علي هذا اللي صبرك علي ديما تحكي وحدكم راهو النظام التعليمي في تونس يخول الكتاتيب سن ما بين 3 سنوات و6 سنوات فوق 6 سنوات تلوج ولدك ويمشي تقريب ثم قانون تمدرس حتى ال 16 بالقانون هذا نعم لا اله الا الله خليني ما نتكلم نظام تعليمي في تونس ما يرعيش هالهويه هذه هالرغبه هذه اني انا نحب ولدي هو يقرا في التعليم العمومي يتعلم يحفظ القران القران بارك جاو زوز وزراء عندهم القران بارك يعني ما يقراش مواد اخرى مع القرايه مع القرايه مع موازات كيف كلام واضح التعليم العتيق جاو زوز وزراء منذ سنتين تقريبا واحد ناجي جلول والاخر وزير الشؤون الدينيه السابق سي عبد بطيخ لا لا مش بطيخ اللي بعد بطيخ لا علي الاسم غير وزاره الشؤون في كليه زيتونه جاء قالوا باش نعملوا المدارس والمعاهد باش تعمل دورات في العطل لتحفيظ القران للي يحب لمن يشاء برك بعدت برشا باش نتفاداو التعليم الموازي خل نكمل لك ما بعدتش قاعد تعوم وتبعد قيامه باهي لحظه قاعد تبعد على الموضوع ارجع لي ارجع لي المدرسه الرجاب المدرسه قامت في قيامه وقالوا هذه دعوشت وزاره التربيه ودعوشت وزاره الداخليه وما يلزمش يحفظوا القران سيف الدين مدرسه الرجاب والاولياء اللي تدافع عليهم كيما يلقاوش شنو هي مطالبهم الاولياء هذوما اللي البعض يتهمهم بتسبيب الضرر لابنائهم يحبوا يقريوا اولادهم القران مع التعليم العادي حقهم ما لقاوش ما لقاوش اوكي ثم جزء من الصغار هذوما خرجوا من القرايه فشلوا في لا الدراسه مش مع التعليم العالي هذا انقطاع ما تنجمش تقدم برنامج لا لا نجم لا ناكدش لا ناكدك نجم شهاده ثم مدارس قانونيه يقراوا القران والتربيه الاسلاميه ومواد اخرى ساعه في الجمعه فيها قران في القران بس يعملوا في الفلاحه والبناء واعمال اخرى تفضل يعملوا ساعه في الجمعه مع الاستغلال الاقتصادي والجنسي شنو هو ماهوش صحيح كيف مش صحيح تقرير تم شرعي ما خطوني جاوبك على التقرير اصبر وقت اللي في جمعه كامله التلميذ يقرا ساعه واحده فيها القران والهدي النبوي والسيره والعبادات والمعاملات سمحني والعبادات والمعاملات وكي يوصل القريب يكمل الثانوي تولي فلسفه تولي تفكير اسلامي وتولي تدخل فيها ناس ما عندهاش علاقه بالتكوين هذا دونك الناس المواطن التونسي ثم ناس كيفنا توانسه قال لك لا ما يساعدنيش حب ولدي انا يحفظ اكبر نصيب من القران باش على الاقل يوفر له وازع ضد الانحراف نهار اخر باه يلوج مدرسه تحترم القانون بالضبط لا ما ثماش باه جزء من الصغار يخلوا مدرسه غير قانونيه ما يخليوش انا معاك ما يخليوش ما يخليوش اما يلزم التعليم يتوافق مع هويه الناس جزء من الصغار اللي يخرجوا من القرايه يخرجوا من السيزيام بريمير ومن اكثر هذه حقيقه جزء يمشي بيع الكرولوفيل في المحطات جزء يمشي للتسول جزء المخدرات وجزء اوكى في الاصلاحيه مطيش وجزء الناس الاخرى يخطفوا ولدي يقولوا نحطك في مدرسه قرانيه هذوما انقذوهم هذوما انقذوهم هي وجهه نظر هي وجهه نظر احنا في غياب الدوله والطبيعه تقبل فراغ
الناس ما تلقاش يهزوا للمدارس القرآنية. دولة غايبة، ما فهمش رياض الأطفال اللي تشرف عليها نظام تعليمي متخلف في الطفولة والمرأة، ما فهمش كتاتيب اللي بتنب المدارس. كتاتيب حتى ست سنين. وين الفراغ؟ وين الكتاتيب؟ الكتاتيب حتى ست سنوات. ما نغلطوش الناس. عندما غيبنا شوي، عندما غيبنا التعليم الديني، لحظة، عندما غيبنا التعليم الديني بحث شبابنا عن فيرسيون أخرى للإسلام، فذهبوا إلى السعودية وإلى صحيح. إيران ثم عادوا إلينا إرهابيين. طوّب شرشعوا الإنترنت. الدولة الوطنية التي غيبت. طوّب شرشعوا الإنترنت. ثم إخلالات. سترجع بيه لأيام بورقيبة. طوّب شرشعوا الإنترنت. ثم إخلالات. وبشرشعوا السعودية. لكن ليس الحل أن نذهب إلى مدرسة مثل رقيب. أنا معك تريبيان، أنا معك. أما اسمعني، أما طوّب كي تجي أنت اليوم يقول 159 مدرسة. أنت ماذا تدافع؟ مدرسة قرآنية قال يد الدهماني باش نسكروها. تريبيان سكر، أنا معك. إذا ما تعملهمش بديل في التعليم العمومي اللي تشرف عليه الدولة باش يمشيوا للانترنت ويمشيوا للسعودية ويتحدث عن اخلالات يجب ان تصلحها. اثنين بالنسبة لمسألة الفحص الشرجي، كنعطي معلومة اللي هي المفروض يحكيوا فيها خبراء. الفحص الشرجي راهو جعل اللي هو كل المواثيق الدولية ترفضه. علاش؟ لأنه يتعامل ينتهك حرمة الجسد البشري بطريقة حيوانية. انتم كيتعلق بالمثليين تقبلوا به، يتعلق في سجلاء حقيقة للأطفال لا تقبلون به. اثنين اسمع، حقوق الإنسان لا تجيز، لا تجيز حقوق الإنسان. بلي خذ معلومة، خذ معلومة لأنه ثابت علميا الفحص الشرجي لا يفيد في إثبات الجريمة بل يفيد فقط في نفيها. إيش معناها؟ معناها أول حاجة الأصل في أنه الانتهاك هذايا عادة ما يخليش أثر، وإذا خلى أثر فهو مشابه تماما للي نسميه احنا العضو. لماذا يعتمد؟ لماذا يعتمد؟ علاش رفض دوليا؟ لأنه لا يمكن استعماله لإثبات جريمة، هو يستعمل فقط الناس اللي استعملوا لنفي وجود الجريمة. أوكي؟ دونك التيست أنا لذي علاش الناس كلها رفضته وأنا رافضه للرشد. فما بالك القصر، القصر تولي ثم حاجة إضافية أنه يلزم موافقة ولي وحضوره. احنا في الإجراءات نتاع الملف هذا لو كان تلقى جريمة من نوع هذا حاكمه. اوكي، لو كان تلقى جريمة إرهابية حاكمه. انا مش دوري باش نمنع محاكمة المجرمين. ما فهمش انا قلت لك احترم الاجراءات. عندك اعتراف احد التلاميذ. اسمعني مليح، اسمعني مليح، واودي على السجن. احترم الاعتراف اللي هو سيد الادله. ما ديش ضد با كونتر. انا قلت تنفي اي اعتداء جنسي. مش صحيح، مش صحيح، عمره ما خرج من فمي. انا قلت لك احترم الاجراءات، حضر وليه واعلموا انه جاتنا معلومه. طبعا احنا الاجراءات بالمقلوب، هما شدوهم وبداوا يلوجوا في جرائم. مع العلم 46 صغير واجب حماية الطفولة يستدعي طبعا تشدهم. جيب وليو 42 وتبدا تفتش على الجرائم، جيبهم 42 من الكشافة تلقاهم، جيبهم 42 من اللي يشطحوا في جمعية نتاع رقص تلقاهم. اسمعني مليح باش ما نكونوش طوباويين برشا، جيب 42 طفل في أي مجال في المسرح. على أولياء فرطوا في أولادهم مش ممكن. أنت في ذهنك فرطوا في تقارير هو في اعترافات الأطفال تقول لحظة. اسمع سيدة روضة العبيدي، لا أنا روضة العبيدي، في ذهنك انت هما فرطوا في ذهن وهو حطوا في مدرسه ليحتويه من الاجرام. يشوفوا مره في العام، يشوفوا مره في العام يا مش صحيح. بالقمل وبالجرب ما فماش منها كذب هذا صحيح. قمل وجرب في السجون. نقول لك انا نحب نعطيك على القمل وغيظوا القمل وجرب في المدرسه هذه. لا في السجون، في المدرسه هذه مش في المدرسه هذه الانسانيه. في المدرسه هذه السجون ومراكز الايقاف الانسانيه تلقى الجرب والقمل. انا حبيت نقول لك حاجه نختم بها، نختم بها بالله، انه راهو كي تشد 42 صغير وتبعدهم على صغارهم ايا كان المجال راهو باش ما يظهروش هذوما هما المسخين والاخرين ضاف في الرقص في المسرح في الكره في كذا، وتجيب 42 صغير وتبدا تاك 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 وفي رعب وفي غياب اوليائهم. وتعرف اللي ثم طلبوا واحد من الاولياء الرعب داخل اسوار المدرسه. الرعب الحقيقي، الرعب الحقيقي داخل اسوار المدرسه. مركز الرعايه في سيف الدين. شوف نعطيك معلومة أخرى، مركز الرعاية اتصل بأحد الأولياء قالوا عندك زوز صغار يا بابا عاوننا عليهم، راهم عندهم هاري مكلي وشو يبكي. هذوما مركز الرعاية اتصل، وأنا لا أكذب راهم. واضح، عادل، اسمعني مليح. الرعب هذاك شوف أنا نختم نقول لك أي جريمة تتبع الجريمة كما تشار، أنا مانيش ضد غالط اللي يقولوا فيه واللي يتهموا فيه، فقط احترم الاجراءات نتاع القانون نتاعك. الجريمه ثابته وانت تتمسك بالشكل. لا ثابته، تفضل. شنو الشكل؟ ثم اعترافات ولا اعترافات؟ لا مش اعترافات. ما تعرفش الاعتراف سيد الادله في الماده المدنيه. والله يا غريب، في الماده مش غريبه، ما تعرفش انت في الماده المدنيه سيد المعركة. في الجزائر انت تعرف كل شيء. في الجزائر ما تعرفش. في الجزائر سامحني، خذ معلومه اخرى. في الجزائر سامحني، نجم انسان يعترف بقتل في بلاصه امه. الاعتراف ليس سيد الأدلة في المدى الجزائي، في المدني هو سيد الأدلة. صح المعلومة، في مجال
صح المعلومه. هو استراتيجيا شوي ديمقراطيه على الاقل. اي مثال سيف الدين الاستراتيجيا اللي تتخفى ديما انتم عندك برشا معرفه وشويه ديمقراطيه. لا لا حبيبي انتم من عمر عبد ما عندكم كل بلاتويت وحدهم يحكيوا مش حتى شكون وحدهم شكون هما هذوما شكون هما ساكت يا حب الراي تفضل اللي ما يعرفش الدوس يحكي عليه. سيف الدين تفضل عندك معلومات سيف الدين يهديك يا سيف الدين مين ليك معلومات الملف معلومات من عند الصحافه خليه يجاوب سيف الدين ناقل معناها سيف الدين سيف الدين معناها انت تاريخ الجرايد وجيت تحكي لنا كلنا ناقلون كي تقرا معلومه في الصباح ولا وكيل تونس للانباء مش نتناقشوا بين واحد تقرا في الجريده لا تحكي وقت وين تسمع مؤسسه رسميه صدق الله العظيم تعرف علاش انا نصدقها وانت لا؟ يعني انا نؤمن بالدوله التونسيه وانت لا. سي تري سامبل هذا هو الفرق. خليني نكمل خليني نكمل. انا نعطيك معلومه. خليني نكمل. كل احكام البراءه هذيك يا رجل ما تعرفش. ما يعرفش 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 تحمل مسؤوليه خلي كمل خلينا نكمل ما يدعيش الامور اي على فكره رانا مازلنا في طور تحقيق مازال عندك دكتور شايف ولا ما تحب انت الامور القانونيه في طور تحقيق انا سولينا على احد خليني نكمل خليني نكمل نتكلم عادل برب خليني نكمل بالنسبة للمدرسة احنا نحكوا على مدرسة قرآنية وكان هي لا هي مدرسة لا هي قرآنية على فكرة هذه النقطة الأولى النقطة الثانية برافو عليك خلينا نكمل خلينا نكمل هي لا هي مدرسة ولا هي قرآنية ولا هي قرآنية برافو عليك ما نكذبوا على أرواحنا قضية سياسية بامتياز ماهيش قضية ثقافية وقضية دوية خليني نكمل أنا معك على طول يعطيك الصحة خليني نكمل الحاجة الثانية خليني نكمل الحاجة الثانية وقت واحد يستظهر لك بترخيص وهذه عندها ترخيص راهو فما فرق بين الترخيص وبين وين تشتغلهم بعد المدرسة اللي الوالي متاع بن عروس وقفها لأنه الترخيص في حاجة والتطبيق في مسألة أخرى ثم كذلك القانون واضح ما فماش في الجريدة سامحني سامحني في الجريدة ما فماش جمعية سيدي والي سيدي بوزيد أعطاهم ترخيص ترخيص في جمعية كل أجهزة الدولة مثلا نتصوروا في سيدي بوزيد أعطتهم ترخيص في حال أنه القانون التونسي يرفض أي مؤسسة تربوية فيها مبيت ويرفض قبول أطفال قصر منقطعين على الدراسة أنا بالنسبة لي يتحاسب الوالي والمعتمد وكل من مسؤولي. تورط واضح المسألة ما بديش نشدوا منه أقيله نقطة أقيله واضح. أي فوالا هذه نقطة واضحة النقطة الأخرى هي فيما يخص التعليم والهوية والهوية عندك يظهر لي فهم وأقول بالمعنى المعرفي فهم متخلف لمعنى التعليم الحديث تتصور أنه كل دولة تعليمها يعتمد على مبدأ الهوية في بالأساس كل التعليم من نهاية القرن التاسع عشر إلى اليوم في كل بلدان العالم يخضع إلى قاعدة أساسية وهي قاعدة العقلنة لا غاسيوناليتي كان ما تعرفش بالفرنساوي الحاجة الأخرى سمحنا نعطيك مثال من تاريخ تونس اللي ربما تجهله عام 1910 الطلبة الزيتونيين عملوا إضراب إضراب لتحسين وضعيتهم وكذا ضد المشايخ نتاعهم مش ضد فرنسا على فكرة شكون اختاروا يمثلهم شكون اختاروا علي باش حامبة علي باش حامبة شكون اللي هو من رواد معناها نتاع حركة الشباب التونسي اللي هو أول من طالب بمنع التعليم القرآني نظرا لغياب أي فائدة على التكوين المهني مهمة التعليم الحديث هي مهمته أنه يحضر الأجيال لخدمة الدولة ولخدمة الاقتصاد ولخدمة الفرد بطبيعة الحال إذا كان أنت تقول لي مشكلة الهوية الهوية لماذا تحصر الهوية في حفظ القرآن ما هي سمحني سمحني ما هي الغاية شوف أنا أعرف لو حفظ القرآن من الوحي لأسباب النزول للنسخ من المنسوخ لنقل القرآن من الخطاب إلى التدوين نعرف مش جديد علي ما هي الفائدة من أن نحفظ الأطفال القرآن دون أن يفهموا معناه وما معنى أن نحفظ الأطفال القرآن كبديل على المواد العلمية الأخرى المشكلة هذاك علاش لازم تختم عندي فقر الثقافة في ختام هذايا هو البرنامج الثقافي والسياسي اللي بدأنا من 2011 للأسف وذاك علاش هي القضية السياسية بامتياز ليست قضية قانونية أنت داخل في حرية الناس اللي تحب تحفظ القرآن ماهوش حر خارج الدولة وذاني قلت رايح تمن خطر مش حرية خارج الدولة لا نعم مش حرية خارج الدولة خارج الدولة لا مضطر أنا أختم ومن منطق حقوق يا
عادل. معناها ما نحفظش قرآن؟ نسمع كلام. شكون قال لك لا؟ هاك قول لي لا. راسيونال. لا لا ما قلتش. لا لا سامحني سامحني. لا لا قلت ما الفائده من المعنى البيداغوجي؟ بامكان وقت بورقيبه ما كانوش اطفال تونس يحفظوا القرآن. يا عادل نحترم الضيفه اللي لازم تدخل توا على فقره الثقافه. وقت بورقيبه كان سيف الدين الانتخابات. انتهى باب النقاش. ما كانش يقرر الشعب. سيدنا الكرام بهذا ننهي هذه الفقره الساخنه جدا بل. سيف الدين. سيف الدين. استاذ سيف الدين. حب ديما شوية احترام شوية احترام لمن يدير الحوار. ثم ضيفة قاري برشا واحد ثم ضيفة تنتظر نمشي ونشوفوا برومو لبعض أعمال الفنانة أمال المثلوثي ثم نعود لسناف النقاش أكيد أهدأ مع أمال المثلوثي والفن والموسيقى الملتزمة. تفضلوا.